السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة الجدوى الإنسانية لزيارة المبعوث الدولي إلى اليمن. بشكل غير مبرر قانونيا يتم إقحام المختطفين المدنيين في مباحثات التفاوض الخاصة بتبادل أسرى الحرب، وتم مبادلة المدنيين بعسكريين في أكثر من عملية. يجري ذلك دون ما أي حماية لحقوق المختطفين المدنيين في ظل ما تتعرض له عائلاتهم من ابتزاز وتعنت وعراقيل تعيق الجهود القانونية والإنسانية والاجتماعية الرامية لإطلاق سراحهم. رابطة أمهات المختطفين عبرت في بيان صدر عنها عن القلق من الاطروحات المتعمدة لتبادل المختطفين المدنيين بأسرى مقاتلين والتي لا تحفظ حقوقهم المدنية والقانونية بعد جريمة اختطافهم وإخفائهم لسنوات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: جدوى زيارة المبعوث الدولي المتواجد حاليا في اليمن على ملف المختطفين وضمان كرامة وسلامة وصحة المختطفين، كيف يمكن أن تنعكس الزيارة إيجابيا على الملف الحقوقي والإنساني عموما؟ قبل النقاش نتابع التقرير. في ظل قمع وانتهاكات لم تعد تحصى في العاصمة صنعاء، توقفت كل أشكال الممارسات المدنية والاحتجاجية، ولم يبقى سوى وقفات أمهات المختطفين في شوارع العاصمة المختلفة. الأمهات اللاتي يحاولن مراراً وتكراراً إخراج أبنائهن من معتقلات جماعة الحوثي المسلحة أصبحن الصوت الأبرز الذي يوصل معاناة أولئك المختطفين. وشكلت رابطة الأمهات في صنعاء وعدد من المحافظات إضافة جديدة لمسيرة نضالات المرأة اليمنية ضد ممارسات القمع والقهر المجتمعي. الرابطة التي تنفذ منذ أكثر من عامين اعتصامات ووقفات احتجاجية طالبت في جديد تحركها المبعوث الأممي والمجتمع الدولي والأطراف اليمنية بوضع حد للابتزاز الذي يتعرض له المختطفون المدنيون من خلال محاولة استبدالهم بأسرى الحرب مع ميليشيا الحوثي. واعتبرت الرابطة خلال وقفة احتجاجية بصنعاء إدخال المختطفين المدنيين في عمليات تبادل أسرى الحرب بالأمر الخطير، باعتباره يتسبب بمزيد من العراقيل أمام الجهود القانونية والإنسانية الرامية لإطلاق سراحهم. وعلى الرغم من أن خروج الأمهات بشكل يومي لا يتعدى أكثر من رفع اللافتات وقراءة البيانات الاحتجاجية، إلا أن ذلك لا يقي من تعرض نساء الرابطة أحياناً لاعتداءات من قبل مجموعة نسوية تنتمي إلى ميليشيا الحوثي، لكن ذلك بحسب أمهات المختطفين لا يثنيهن عن الاستمرار بالاحتجاج. محاولات عديدة لأمهات المختطفين لإنقاذ أبنائهن القابعين في السجون والمعتقلات أمام تعقيدات عديدة تواجه ملف المختطفين والمخفيين قسراً، وهي تعقيدات تبدأ بالابتزاز المالي الذي يتعرض له أهالي المختطفين وينتهي بمحاولة استبدال المختطفين المدنيين بأسرى الحرب المقاتلين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة من صنعاء مع أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين. مساء الخير أم أحمد. مساء النور. أهلا بك أم أحمد. مع تواجد المبعوث الدولي في صنعاء، هل التقيتم به كمنظمة ممثلة للمختطفين والمعتقلين قسرا؟ حتى الآن لم نتمكن من لقاء المبعوث، لكن وجهنا له عدد من الرسائل التي تثمن جهوده في ومتاعي في قضية المختطفين والإفراج المختطفين. ووجهت الرابطة رسالة للمبعوث الأممي ولغيره بأنه يجب التفريق بين الأسرى والمعتقلين في أي حل سياسي مرتقب لقضية المختطفين والأسرى. نعم، ما الذي يمنع أن تلتقوا به كرابطة أمهات المختطفين الذين ربما لسنوات عديدة وأنتم الصوت الوحيد المسموع الذي تبقى في مناطق سيطرة الميليشيا؟ نحن نرحب بأي لقاء بالمبعوث الأممي أو بغيره. التقينا بالمبعوث الأممي السابق ولد الشيخ، أيضا نتمنى أن نلتقي أيضا بالمبعوث الأممي الحالي ونطرح أمامه موضوع قضية المختطفين وما العراقيل التي تسببت في وحالة دون الإفراج عن أبنائنا المختطفين، ما الذي يمكن أن تقدمه أيضا الأمم المتحدة في هذه القضية، إيضاح بعض القضايا التي ما زالت شائكة مثل مبادلة المدنيين بأسرى الحرب والذي تم خلال هذه الفترة، والذي أيضا
يعني نخشى أن يتكرر سيناريو محادثات الكويت عندما كان هناك اتفاقات لتبادل الأسرى، ولكن كانت تلك القوائم يعني مدعاة لابتزاز جماعة الحوثي لأهالي المختطفين والمختطفين أنفسهم بأنهم كانوا ضمن قائمة وكشوفات الكويت. نعم. نحن نتمنى أن تكون هذه الأمور واضحة أمام المبعوث الأممي الذي يسعى حاليا إلى إدراج قضية المختطفين ضمن نعم السياسية بين أطراف النزاع. نعم أم أحمد، أنا لا أقصد هنا بالترحيب أنكم في رابطة أمهات المختطفين ترحبون بالمبعوث الدولي، ويعني السؤال الأهم، لماذا لا يسمح لكم بلقائه وتطرحون ما تريدون أمام المثل الدولي؟ هذا السؤال يمكنكم أن تسألوه هذه الجهات، لا تسألونا نحن. يمكن هل تقدمتم بطلب إلى مكتب الأمم المتحدة مثلا وتم الرفض؟ هل تقدمتم بطلب وتم الرفض؟ نحن ذهبنا اليوم في وقفة أمام نعم. نعم أكثر من طلب. نعم. أم أحمد. نعم تقدمنا بأكثر من طلب ولكن لم نجد إجابة إيجابية حتى الآن. لم نتلقى دعوة لمقابلة المبعوث أو للسماح لنا بلقائه حتى الآن. نعم، طيب ابقي معي أم أحمد، نشارك معنا في الحديث وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور، أسعد الله مساءكم وأنت وجميع السادة المشاهدين وضيفتك الكريمة. مرحبا بك أستاذ نبيل، لعلنا دائما ملف المختطفين والملف الأبرز ودائما ما تكون معنا في معظم الحلقات، لكن هذه المرة المبعوث الدولي في صنعاء وكما سمعنا من أم أحمد لم يسمح لهم حتى بلقائه، برأيك لماذا؟ أعتقد أن المنظمات أو المنظومة الدولية والمنظمات الدولية الموجودة في صنعاء بالفعل هي أسيرة الموظفين التابعين الحوثيين في صنعاء والذين يتلاعبون بأجندات هذه المنظمات وتقاريرها، وبالتالي لا استغرب ابدا ان يحدث هذا الموقف من قبل مكتب الامم المتحده في ظل هذه الاوضاع. ما يفترض الان ان تكون هذه الرساله هي رساله موجهه الى الامم المتحده والى مجلس الامن، سواء استطعنا ان يقابلنا مارتن جريفيث او لتكون رسالتهن موجهه الى مجلس حقوق الانسان والمفوضيه الساميه والى مجلس الامن. اليوم أصبح بالإمكان أن يفتحنا خطوط واسعة، ونحن في وزارة حقوق الإنسان كنا دائما معهم وعلى استعداد كامل يعني الوقوف في هذا الاتجاه لإيصال كل رسائلهم والعمل على توصيلهم لكل هذه المنظمات الدولية. نعم، من حيث المبدأ أستاذ نبيل، كما تعلم دائما أي صفقات تبادل أسرى تتدخل بها سواء المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة عادة ما تكون بين ناس أبرياء ومدنيين تم اعتقالهم بدون أدنى تهم ومبادرتهم بأسرى حرب من ميليشيات الحوثي الذين هم في الجبهات ويقاتلون. الصوت يتقطع، لم اسمع السؤال. نعم. بالضبط السؤال فيما يخص، نعم استاذ نبيل، فيما يخص كيف يعني يتم القبول بعادة في كل الصفقات التي يتم فيها تبادل الأسرى ان تكون بين يعني اناس مدنيين لا علاقة لهم يعني بالمعارك ولا ايضا لا علاقة لهم بيعني اعمال سياسية ربما يعني ترقى لكي يدانوا ويتم اعتقالهم واخفائهم قسريا، مقابل ناس من ميليشيات الحوثي او مقاتلين من ميليشيا الحوثي كانوا في جبهة القتال وتم أسرهم في هذه الجبهات. أخي العزيز، نحن نضطر للضغط على الجيش الوطني وعلى الحكومة الشرعية أحيانا في هذا الجانب كوزارة حقوق إنسان لما يصلنا من تقارير حول أناس يموتون تحت التعذيب على أيدي هؤلاء، ونحن نعلم أنهم لا ناقة لهم ولا جمل، وهم مجموعة من المدنيين، بعضهم من الإعلاميين، بعضهم من النشطاء، خطفوا من الشوارع، ليس لهم أي ذنب أو تدخل، ومع ذلك نضطر أن نرضخ لهذه المطالبات الإنسانية لأننا في الأخير نمثل حكومة الجمهورية اليمنية وهؤلاء هم مواطنين الجمهورية ولهم حق في أن ندافع عنهم وأن نعمل من أجل رخصهم بأي شكل، وبالتالي فالميليشيات هي تعلم ذلك وهي تستمر في عملية الابتزاز. نعم. بهذا
الجانب بأي شكل كان. نعم، حسن النوايا والتعامل الذي تقومون بأنتم في الحكومة الشرعية مع الميليشيا، ربما هذا يجعلهم يعني أكثر من مرة يذهبون لاعتقال ناس مدنيين من أجل أن يقايضوكم في المقاتلين الذين أسرتموهم في الجبهات، وهنا المشكلة الحقيقية. أخي العزيز، بالتأكيد نحن نعلم أن هذا نوع من الابتزاز، ونعلم أنهم يقومون بذلك من أجل أن يبتزونا في هذا الجانب، ولكننا في الأخير نقع أسرى لهذه المشاعر الإنسانية لمواطنين يمنيين في الأخير يقضون تحت التعذيب. عندما يصل العدد الذين قضوا تحت التعذيب يتجاوز أكثر من 130 إنسان في الأخير، أنت لابد أن يكون لك دور وتدخل حتى ولو كان على حساب أسرى كما قلت. ونحن نقوم بهذا الجانب ونحن شديدي الأسى، لكن يعني أحيانا حتى الجهات الدولية لا تساعدنا في ذلك. لطالما تقدمنا في تقاريرنا بهذا الجانب وقلنا أن الميليشيات تبتزنا بهذه الطرق، وكل ما نرجوه أن يكون للصليب الأحمر للمنظمات الدولية دور في عملية الإفراج عن المعتقلين. لو تعلم أخي العزيز، في مفاوضات الكويت استمر خلال شهرين، كانت الأمور قد وصلت إلى درجة تسجيل أسماء المعتقلين وللقبول الكامل بإطلاق المعتقلين لدى الطرفين، وكل ذلك قبلنا به على أساس إنقاذ الناس من عملية الاعتقالات والتعذيب. نعم، طيب أستاذ نبيل ابقى معي ونشارك معنا في الحديث. من تعز المحامي توفيق الشعيبي المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني، مساء الخير أستاذ توفيق. الأستاذ توفيق الشعيبي من تعز، مساء الخير. إذن ربما فقدنا الاتصال، أعود إلى صنعاء مع أم أحمد. أم أحمد، الآن أمام كل هذه الجهود التي تقومون بها أنتم في رابطة أمهات المختطفين والوقفات الاحتجاجية، هل لمستم أي تجاوب على الأقل في هذه الفترة التي يتواجد فيها المبعوث الدولي للخضوع لمطالبكم في صنعاء؟ أم أحمد، إذن مضطر أعود لي الأستاذ نبيل مرة أخرى. أستاذ نبيل، يعني إذا تحدثنا أيضا عن الآن نحن أمام عملية سياسية يراد لها أن تكون في بداية الشهر المقبل، وربما ملف المختطفين من أهم الملفات التي أنتم دائما يعني تجعلونها من أولوياتكم في أي تفاوض. سمعنا في الأيام الماضية أن هناك وساطات وتم التواصل مع عائلة وزير الدفاع وأيضا شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن الأستاذ محمد قحطان القيادي في حزب الإصلاح لم نسمع أي أخبار. هل يعني هناك يعني من خطوط تواصل مع المبعوث الدولي للكشف على الأقل عن صحة قحطان، وهل لا يزال حيا أم لا؟ بالتأكيد حفظ الله الأستاذ محمد قحطان، فنحن جميعا نقدر هذه القامة ونتمنى أن لا يكون قد أصابه أي مكروه. كل ما نتمناه أن يكون بخير، ولذلك نحن وفق القرار 22/16 يعني هذه الثلاثة الأسماء مع فيصل رجب، أربعة أسماء ذكرت داخل القرار على أنهم في بداية أي عملية لإطلاق المعتقلين. وبالتالي يفترض أن مارتن جريفيت في كل لقاء له بالميليشيات الانقلابية يفترض أن يطرح هذه الأسماء ويتحدث عنها في بداية الحديث، على الرغم من أن الرئيس عبد الرب منصور هادي عندما التقى بمارتن جريفيت في آخر لقاء له قال له بشكل واضح أن نحن نريدكم أن تطلقوا أن تعملوا على إطلاق المعتقلين والأسرى وفي يعني بشكل عام، وبالنسبة لما هو بالشكل الخاص فيمكن أن تؤخروه لأننا نؤمن أن أبناء الشعب هم الأولى في كل مرحلة. هذا من ضمن طرحه وتحدث عنه مارتن جريفيت حتى في لقاءاته. نعم. الآن نحن أمام سؤال كبير فعلا بالنسبة للأستاذ محمد قحطان. نتمنى أن يكون مارتن جريفيت ووفق أجندته التي وضعها بيده قد تحدث في هذا الموضوع وأعطى الأولوية لما يخص الأربعة الأشخاص المذكورين في القرار 22/16. نعم، طيب إذا أنتقل إلى تعز مع الأستاذ المحامي توفيق الشعيبي المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني من جديد. مساء الخير أستاذ نبيل. توفيق عفوا. أستاذ توفيق، نعم. مرحبا بك أستاذ توفيق، تسمعني؟ في مشكلة أستاذ توفيق، تسمعني؟
نعم. طيب أستاذ توفيق، إن كنت تسمعني، ما هو التوصيف القانوني الذي يفترض أن يكون أمام الجهود التي تبذل من أجل المختطفين، يقايض مختطفين مدنيين بمقاتلي حرب في الجبهات من ميليشيات الحوثي؟ في مشكلة، مضطر أعود للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، الآن المبعوث الدولي في صنعاء من أجل يعني ربما التشاور مع ميليشيات الحوثي للدخول في مفاوضات، هل تعتقد أنه سينجح على الأقل في إقناع الميليشيا بالإفراج عن مجموعة من المختطفين الذي أنتم دائما تطالبون فيهم وعلى رأسهم السياسيين وأيضا الصحفيين والإعلاميين وغيرهم؟ إذا حدثتك بصفتي الشخصية أقول لك أنني لست كثير التفاؤل بما تعطيه الميليشيات من وعود. كل الوعود التي قدموها في بييل وفي جنيف وفي الكويت 1 و2 لم يفوا بشيء منها. والآن أيضا ما تزال الأمور ليس فيها ما يعطي أو ما يبشر بالأمل. ما يزالون يتحدثون بلغة فيها كثير من التسويف والمماطلة وغيره. نحن نقول إذا لم يكن هناك إرادة دولية حقيقية ضاغطة على هؤلاء تستطيع أن تنتزع منهم الموقف والقرار، بالتأكيد سيظل هؤلاء يراوحون بحسب ما توجههم إيران وبحسب ما تحتاجه إيران منهم، ولن يقدموا شيء لا للسلام ولا للجهود التي تسعى تبذل في هذا الجانب. نعم. أم أحمد من صنعاء من جديد، هل تسمعينني؟ نعم. أهلا بك. نعم. من جديد، كنت قد سألتك قبل أن نفقد بك الاتصال حول مع تواجد المبعوث الدولي في صنعاء، هل لمستم أي تجاوب أو تعاون من قبل مكتب المبعوث الدولي أو على الأقل من ميليشيا الحوثي لإيصال رسالتكم للمبعوث الدولي ومطالبكم؟ اليوم كان هناك وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة، استطرت الوقفة على وقوف الأمهات ثم قراءة البيان، لم نستطع مقابلة أحد من مكتب الأمم المتحدة، كان الجو غير مهيأ، هناك الكثير من المسلحين، خفنا أن نتعرض أيضا لاعتداء لأنه تعرضنا من قبل في ذات المكان لاعتداءات سابقة، فاضطرت الأمهات أن تعود إلى بيوتها مع وجود هذا البيان الذي هو بمثابة الرسالة للمبعوث الأممي وأيضا للمجتمع الدولي الذي يقف حاليا راعيا لعملية السلام في اليمن، ونتمنى منهم أن يلتفتوا لمثل هذا. ذكرت لكم أنه أهم ما مشتمل عليه البيان ووقفة اليوم أنه يجب التفريق بين الأسرى والمعتقلين كما تفرق بينهما القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، ألا يتم الخلط بينهما ويتم المقايضة والتبادل بينهما، مع أن أولئك هم مختطفون من بيوتهم من مقر أعمالهم، أناس مدنيون لا ناقة لهم في الحرب ولا جمل، فكيف يتم التبادل بينهم وبين أسرى الجبهات؟ نعم. هل لا زال هناك أم أحمد من المختطفين والمعتقلين قسرا من لا تعلمون أي معلومات عنهم حتى اللحظة؟ الكثير ما زالوا مخفيين ولا تعلم أسرهم هل ما زالوا على قيد الحياة أم أنهم توفوا تحت التعذيب أو توفوا أثناء قصف التحالف على عدد من أماكن الاحتجاز التي كان جماعة الحوثي تضعهم كدروع بشرية في تلك الأماكن، في أماكن عسكرية وغيرها. الكثير من المخفيين لا نزال نفتقد أي معلومة توصلنا بهم، هل ما زالوا على قيد الحياة أم لا؟ لم يسمح لكثير من الأسر بالتواصل مع أبنائهم المختطفين، هذا أضف إلى أنه ما زالت آلة الاختطاف تعمل، يعني نعم. في هذا الشهر والشهر الذي قبله رصدنا كثير من حالات الاختطاف والإخفاء وما زالوا مخفيين حتى اليوم، لم تتوقف عملية الاختطافات نعم. حتى اللحظة، رغم أن هناك مفاوضات حول حل هذه القضية. نعم. أم أحمد، سؤال أخير، ما دام أن الاعتقالات والاختطافات كما تقولين لا زالت متواصلة من قبل ميليشيات الحوثي، الإحصائية الأخيرة التي لديكم في رابطة أمهات المختطفين؟ لا نستطيع أن نذكر إحصائية أخيرة، مثلما ذكرت لكم حالة الاختطافات ما زالت تستمر، لدينا أكثر من 3000 مختطف ما زالوا داخل سجون جماعة الحوثي، وأيضا معتقلين تعسفيين في سجون التحالف في عدن وحضرموت وغيرها من السجون. نعم، شكرا لك أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من صنعاء. وعودة أخيرة إلى القاهرة مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، الآن السؤال الأهم
أنتم في وزارة حقوق الإنسان إذا ما كانت هناك مفاوضات وستنجح ويلتقي الحكومة الشرعية بميليشيات الحوثي في السويد إن تمت، أبرز مطالبكم التي ربما هي أولوية بالنسبة لكم في وزارة حقوق الإنسان؟ أعني أولوياتنا هي ما وضعناه في تقريرنا الذي سنناقشه في جنيف في شهر يناير المقبل، وأيضا هي ما ذكره وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر في خطابه في الأمم المتحدة في الدورة السابقة في جنيف، تأتي على رأسها أولا موضوع المعتقلين والمختطفين، ثانيا موضوع تجنيد الأطفال، ثالثا عمليات التعذيب ما يسمى بإعادة الاعتبار لكل من تم اعتقالهم، تعويض وجبر الضرر حتى فيما يخص من تضرروا بالنسبة لضربات للتحالف العربي، أي جهة حصلت انتهاكات فيها كلها نطالب بالعمل على إنهاء هذه الانتهاكات وإعادة الحق لكل صاحب حق كما هو مقرر في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة، والشكر أيضا للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا في الختام تحية معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.